أما سؤالك عن كلمة مثقف، فورد عند البخاري في حديث الهجرة لما وصف عبد الله بن أبي بكر من أنه لاقن ثقف، يعني يحسن التلقي وذو فهم، وليس المقصود الثقافة الموجودة التي هي جمع معلومات لا أصول لها، لا، وإنما المقصود هنا الثقافة التي هي حسن الفهم وحسن التلقي. ولذلك يحرص المسلم على التأصيل العلمي الشرعي ولا يكون مثقف، لأن الثقافة عبارة عن مجموعة معلومات لا تأصيل لها.